لحظة يا ولد شنو هاي؟ لحظة بيضة وأني انا كتلت هنا يا جيجا انا كتلت جيجا هنا يا ولد يا ولد ما بقى لا شيء راح يفقس راح يفقس هلا بالجيجا هلا لك هلا 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 بالضلع لك عاش لك عاش الجيجا الاسطوري تعال لك عاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم حبايب قلبي ان شاء الله طيبين ورجعت ياكم فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة ارك سرفايفل بمود انوناكي ادري متحمسين للحلقة لان انا همنا متحمس اصلا ما جربت تدودو ريكس ولا ليفل بي ولا ليفل فسويت للسدل سويت, سويت كوم شغلات لكن قلت الا اجربه وياكم فاذا كنت متحمس للحلقه لا تنسى دوس لايك واشتراك ويلا اوكي <applause> طبعا مثل ما تشوفون هاي القعده الزينه هنا من النهار بس ناقصنا بس ناقصنا منقله وكباب شوي اهو يعني القعده رهيبه تصير شوفوا المي من الشلال منا شلال مال شو اسمه ما مال الشمال هذا ما بقى واحد ما يروح له بس شنو هو هنا لا هنا غير هنا دخولي فقط الي. آه طبعا انتم <applause> تقدرون تدخلون مجانا لكن ما اخاف عليكم من الديناصورات الموجوده هنا فيب شوفوا شوفوا الضفيره هاي منا لك عمي شيلي هاي لك باوع اللحيه طولانة راح نزين اليوم لان نحتاج الناني لان محضر لكم شي مفاجاه فيب خلونا نقوم منها ويحب يسلم عليكم هو طبعا على طريقته الخاصه شوفوا هو يحب يسلم عليك يحب يستعرض عضلاته هو فاشوش لا تشوفونه هذا فاشوش بس بس يعني شو اقول لكم بس شكل كلاوشي هذا اكبر كلاوشي جبان هذا لو مو اني غير اكبر جبان هو هو اني اجيب له العيد اني اورطها بس المهم اليوم يا شباب اللي سويناه هسه راح تشوفون محضر السدل من هسه من هسه محضر السدل الشغلة شغله الثانيه اوه شنو هذا رافتر تيك لا 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 هذا شوفوا باع باع السدل شلون صاير عليه وخر السدل واخره باع الشكل شلون صاير لك اوه ايش لقيت لي سكن يا ولد سكن ركبت عليه بس ما ادري شلون احسه يعني احس السكن مالته نفسه يعني رافتر ناري احلى احسه المهم خلونا نجيب هذا السدل هنايا طبعا مثل ما دا تشوفون وينه وينه والله وينه عندنا هنا دولفين وعندنا انجلر فيش اللي صار آني تدمرت لما روضت هذا الانجلر روضت روض الدولفين قوه ها آه روض الطير بالبدايه بعدين روضت الدولفين بالياويلات كل ما اروح الدولفين اوكله وما يتروض وفجاه انه لو اوكل ما ما يتروض بسرعه يريد كبلين وبعدين كبل الثاني يعني ظل يفلت مني ليه ما لقيت لي دولفين من اول كبل اخذه روح روض لك نومت لي شسمه اسمه نومت لي انجلر فيش لكن اللي صار انكتلت والانجلر فيش هم من راح المهم رجعنا روض دولفين من جديد رحت للسيليكا بيرلز جمعت 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 سيليكا بيرلز قلت إيه جمعت بالعشرين ألف عشرين ألف سيليكا بيرلز أني جمعت لكن اللي صار همينا من جديد شنو اه يراد لنا هنا نخلي بعد فورج اللأخ اذا عدنا شو اسمه نقدر نصنع المهم اللي صار شنو هو انه اني نزلت خلينا <applause> نصنع الاسهم هاي ليش باقيه انه اني نزلت من الانجلر فيش ودمي قليل فاللي ردت اخذه انه ردت اخذ هذا الهيل الهيلينج هذا ال هذا هيلينج توربر هيلث ماكسيمم اي هذا هيلينج وعندي ناركوتيك مال اي هذا ينطي الفين ميتين مرة اقوى 8000 توربر ينطي فاني شربت لك هذا ولعبي قبل نام واشوف لك الانجلر فيش جاي علينا فد شو اسمه ميجلادون استلمنا رقع تنتيف متى قلت ايه عندي البيرسونال جريف خلي ارجعه والله العظيم ابو عليك البيرسون تذكرت انه السيليكا بيرز باقي بالانجلر فش مو يمي فالورطه يا شباب المهم راح روضت لي من جديد وجبعت سيليكا بيرز من جديد اللي ما سويت لي فاليوم اللي راح نسويه اول شيء انه نجرب شو اسمه الدودو خلينا نشوف نجي هنا نقدر نسوي ونسوي له ابجريد ما اتوقع لانه يريد كوما شغلات يب كوما شغلات يريد سيلي كابيرز وهذا ما يحتاج طبعا جنوبتي صايره هوسه هوسه صايره هذا القرد ما ادري شنو موضوعه روضته دمي مو قوي لكن هيك شيء اكو عطسه جايه يا ولد تحضروا شوت طبعا دمجة مو قوي ويعني ما اعرف هو شوفه يخري هو شوفه يسويها ويشمر هذا ابو ابو ببو هذا أسميه ابو ببو لانه هواي يسوي ببو يشمر على الناس ما يستحي هذا الدولفين بيدنا خلينا نخليهم هنا دولفين <applause> الدولفين <applause> خليه هنا اي هذا هذا شوفوا الليفل ماله يا ولد الليفل 576 الروك درايك طبعا هذا شلون صارت شغلته هذا ذبه هذا ذبه ما احتاج هذا دمج ماله ايش قد وهذا ايش قد هذا ذبه ما نحتاج هذا دمج اقوى فاللي صار انه اني كتلت اثنين روك دريك وما ما ادري اثنين اتم كتلتهم تنتيف <applause> <applause> فرحت كنت اكت باقي امور غير مره رحت نفس المكان افتريت اشوف لك عش هنا يا بيب بيش اسمه لحظه يا رادنا احنا شسمه بيضه قبل اخذته ما بوعت ورقة قلت ريك مدري ادري شنو انا قبل اخذته ما اهتميت حتى لو يطلع لي مدري شنو اول شيء جيب هذا واحد منه سوي ثاني شيء جيب هذا هم وسوي نايس 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 ااا الارمر ما ادري ليش يركب 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 يحتر اللاعب بس اللي عندي ارمر تك هم محصله لكن ما يصير سهل بس لانه ما مفتوحه عندي التك هسه نجي للحظه المنتظره يا ولد اوه عنده سبع البال أنطيها هذا اللي بالهيل طبعا ناركتك آه, ناركوتك لا 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 مو ناركوتك اي انطي واحده من هاي طبعا راح احنا نصعد بهيل ليفل بهيل كان عندي شو اسمه لارج بوجن مال الاكس بي اوكي خلينا نصعد هاي خل نركب السدل صدق لا مو هذا بعد بعد الامبرنت بعد ما راح نركب لك اي لك عاش هذا ايش اسمه الرايت كليك ايش اسمه ينفخ نار خلينا نشوف ايش قد يدمج لا يا ول مو على الحيوانات الطايره مو على الديناصورات الف الف هذا هذا فلت من عندنا الف يعني دمج الف بالنار نشوف ايش قد يدمج يعني يبقى مستمر نريد نشوف أنه ديناصور يتحمل يا ولد مو هيش عود فول دمج ما ياخذ اتوقع ياخذ فول دمج بس شوفوا شكله يا ولد بس شوفوا ورب رهيب وربي مرعب اسطوري اريد نشوف ديناصور يتحمل ترى ماكو هيك ضاعوا كلهم هاي لاق <applause> لاق يا ولد لاق ليش او بس لا جيت المكان الوايفرن لاق الارض ولك ولك جاي يذوب 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 وربي يذوب 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 بلا حرق طبعا كباب شوي شوي كباب شوي عندنا يا ولد اه قنادس هنا ما شاء الله وانا ادور عليكم وانا ادور عليكم يا نصير تعال 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 انت الثاني هم تعال تعال على مود اخذ بيوتكم على راحتي انا مود اخذ السمنتنج بيست وذني اخذن على راحتي تعالوا آه انا من ادور على بيوتكم جيب سمنتنج بيست ولك جيب جاي اكو واحد شفته جاي منك معصب لا والله ما معصب اي ابلع شو بعد اكو بيوت بيوت قنادس يا ولد قنادس يا ولد قنادس سمنتنج بيست يا ولد والله حيل مطفر سمنتنج بيست وثاني طلع هم بيوتهم هنا ينتف إيه نتف, نتف, نتف 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 نظف المكان نظف يا ابوي باوع كم بيت ولك كم بيت هذا كان قوي شبيه بيه ايش بيه خشمي ايش بيه اثناء التصوير لازم لازم يشتغل عندك الحكه نظف اي هس ابلع لك ابلع علي من جاي ابلع 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 هاي هي 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 عليك يا فك عليك هود هود جيب سيمنتنج بيست جيب لك جيب ما اريد باقي الشغلات رفلور ما ادري شنو راي رفلور هذني اه سيليكا بيرل 32 اي جيب شكوبي شاكوبي, شاكوبي. شا عادي عادي انا استقبل ها آه آه ها آه. ها اجى علينا اجى علينا الحقني حقني يا معود لك عاش ابلعوا ابلعوا ولك متت بربك شو اسمه ما, ما تريد ما تقدر تسوق دودو راكس عندك يا الظالم عندك دودو راكس دودو راكس عندك الطمع شفتوا الطمع شو يسوي؟ انا اقول لكم الطمع هيش يسوي ما تكون بيه الطمع سمنتنج بيست سمنتنج بيست سمنت. ابلع سمنت. يلا ابلع لا خلنا نذب ذن الغراض شنو هذا بس هو وينه اي والله هياته ليش قام يلقلق ليش قام يلقلق ما ادري هنا اكو مكان مال قناة مال شو اسمه يا ولد مال وايفرن فدوه مليانين يمكن راح اسوي ديستروي اول دا داينوز تعال اشوف اي مو هو اه مو انت هو يا ويلي 61 ليفل انطينا هيل هيل هيل, هيل 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 بعدين راح ناخذ بعدين راح ناخذ دمج ايش قد يا ولد ايش قد صار هذا اي 3 مليون الهيل ماله 3 مليون هسه طينه ايش راح تقولون ليش خليته بالهيل كله لا لا عادي عادي هسه راح نلفله بعد اريد بس شو اسمه اني اريد اسوي البوشن مال الاكس بي وينه 30 متل ما عندي تعال اول شيء ابلع هذا الاكسبي هذا الاكس بي ثاني شيء وين شو اسمه هياته ما يصير لا هذا الي هذا الي حظي هذا هم الي هذا هم الي يب انا عبالي أصير يصير على الديناصور بعد... بعد ما زودنا ما زودنا يا ولد ما زودنا جيب جيب يا بوي خلينا نشوف ايش قد يدمج ابلع 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 شنو ايش قد يدمج مو تعرف ايش قال يدمج تعال انت خلينا نجرب اوه اللي لك يا بي لا مو قوي يمكن ما ما دمج انفجار هذا من هذا من فيلا اللي اللي يصير قوي بس يا اخي ما يخلي شيء باطرافه هذا اوه يكسر حجاره باوع كسر باو هنا ايش صار وعلى الارقام اللي بالشاشه ماكو بعد اماكن كان اسمه نجي غير وقت نجي غير وقت هسه حاليا قام يلقلق يمي قام يلقلق يا ولد خلينا نطلع من <متطع> هالمكان <متطع> الوايفرن قريبين هنايا اي رجع رجع 13000 هذا بس خمسه زدت يا ولد بس خمسه زدت بالدمج تعال انت جيجا مخوفني البدايه شوف دمجك ايش قد ولك ي... ولكم اقول لكم هذا يدمجني هذا كل ما ادمجه يدمجني والله رهيب اذا قتلنا هذا الجيجا غير اويلي هذا ولك يدمجني 29 الف وخر لا يا ولد ما نريد الدودوراكس يروح علينا حاليا بعده ادري هيله هواي لكن يريد اللفله بعد هاي طار شنو بي هذا كيبلز والله جيب انا اريد كيبلز اجمع اني أجمع الكيبلز جماع الكيبلز اني لا لو ما اقول لا ليش اروح اصنع مين كيبلز حبيبي ليش اروح اصنع اسطوري هالشي تعالوا تعالوا انتوا انتوا تعالوا تعالوا ها آه رابتر شو تريد انت؟ شو انتو. انتوا شبيكم؟ هاي؟ انتوا شبيكم؟ طبعا مثل ما دا تشوفون اللاعب معصب وداعت هالورقه اللي على كتفه معصب ليش معصب؟ هسه انا اقول لكم انه احنا زودنا بهذا الخبل هذا زودنا به هوايه هيل وراح الدمج وهاي السوالف وما ادري شنو المهم انطيت مال الامبرنت همينه الدمج ماله يا اخي صار نفس الدمج مال الترايك يا اخي ماكو هيج بيض يعني اللي سويت النوبه شوف 807 الليفل ماله أه جبت المايند ويب مال الكريتشر مال وينه؟ نايتش كان موجود لحظه. هاي انا. مال الكريتشر من الاف ام كي، انطيته وصفرت الليفلات مالته ولفلته من جديد، انطيته الليفلات اكثر شيء بالدمج، وصلت الدمج 9000%. فهسه تشوفون سرعته حاليا قاعد اجربه وياكم ترى. أه ما ادري هسه الدمج ايش قد راح يوصل، لكن احسه ابو كلب، احسه بيض، ما ادري ليش يعني انت كمان دودو دودو راكس والله الله خلونا نشوفه اوه كمان العض ثمانية ثمانية زين يعني مو هلا قول تسعين الف لكن صراحة توقعت راح يوصل الدمج ماله ميتين الف هيك ما ما ادري هيك توقعت انا وقام ما يلفل اكثر من هذا يعني اكثر من هذا قام ما يلفل حتى نطيل شو اسمه شوفوا عن ال الإكس بي بوشن همينة ما يفيد <applause> يعني ما ادري اذا اكو طريقه <applause> انه الفل اكثر بزياده اذا اكو تعرفون بود انوناكي هاي سوالف قولوا لي شوف قاعد اجلد بذولة وبس الليفلات كمان جايز كمان كمان ماكو هيج والله عبالي راح يوصل التلفيل العالي آه نشوف والله هنا احنا همينه ترى صرنا دود واحنا همين هاي 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 وقف وقف هاي هاي اهدى اهدى يا معود اهدى اهدى ما صاير شيء لحظة يا ولد شنو هاي؟ لحظة بيضة وأني انا قتلت هنا يا جيجا انا قتلت جيجا هنا يا ولد جيب الهارت ايش قد الهيل ماله؟ لحظة هيل ايش يا ولد ما ادري حاليا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو اقول لك جيجا جي يا ولد جيجا جيجا جي جي ورب جيجا جيجا جي جي. تعال تعال وخر 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 خلي نروح خلي نروح نسوي لك انكيوبيشن ليتس جو ليتس جو طبعا خلينا نجي هنا بنسوي آه كم شو اسمه إيه تدرون يرادنا نسوي شو اسمه ال يرادنا نسوي جنريتر على مود نسوي المكيفات لان عندي بعد بيضه اللخ بيضه مال روك دريك عندي بيضه الروك دريك ما ادري ليش يقول لي تو هوت يعني ممكن اخليه بالثلج اروح يسوي لان كومبينيشن اوكي خلي هذا هنا آه سته شوفنا بالله والله باع الهيلث ماله نازل الهيلث ماله ثلاثة بالمية اووو زين لحقنا عليه يا ولد همزين زين لحقنا عندي هذا البيض هاي هناية والله جيبه تعال خلي نروح خلي نروح نخليه هناك آه انا كويب سدل ما اريد خلي نروح نخليه بغير مكان منطقة باردة شوية او برا برا ممكن يفقس ليش لا اتوقع يريد له مكيف. تو هوت، بعده يقول لي تو هوت. هنا بنص المي ما يصير؟ <applause> بيضة الروك درك يا معود. بعده يقول لي تو هوت. يب يراد له مكيف. يراد له لأ لازم نسوي المكيفات هالحلقة. يا ولد ما بقى له شيء راح يفقس راح يفقس هلا بالجيجا هلا لك هلا 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 هلا, هلا بالضلع لك عوش لك عوش الجيجا الاسطوري تعال 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 نقول له فولو مي, فولو مي نقول له يا ولد اذا هذا الشيء غلط قولوا لي اذا <applause> لا يراد لازم ننطيل الامبرنت غير وكيت هاي يقول لي يعني معلومات معلومات على المود هذا مال هناك وهاي سوالف إيه لكن بالبدايه جيبه هاي بالستولجن خلينا نجيبه نخليه بالستولجن آه على مود انه نطلعه منه يا برا نطيله لان هو برا راح يكبر اوكي يا ولد هسه نجي نجرب الجيجا نطيل الامبرنت نفوله هاي حال. تعال تعال أكو قدامنا شو اسمه همينة تعال حبيبي هاك هاك, هاك. ما يحتاج لا تسوي شو اسمه امبرنت ولا هم يحزنون ابلع يلا <applause> وربي رهيب هذا <applause> وربي رهيب هذا المود وضعك تمام ماكو ما يصر حبيبي هذا يقول لي هذا مال الفة قلبي يعني مو الفة يوم انك تشوفني ان انا الفة يلا تعال انطيني سدل مال الفة ماشي فانشاب وارجع ولا اه تظل تمسلت وتعطيني هاي السوالف ماشي فيقول لي ارجع يقول لي اني موالفه قلبي اشمر 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 اه بعد شنو عندنا هنا ويلي ألفين ألفين خلي هنا البوشنات ذني ما اعرف شنو صراحه يعني لا مو ما اعرف يعني اذا اركز بينه هاي يعني انا حاليا معاي في البوشنات على الصفحه بعض البوشنات اعرفها لكن هذا ما ما قارع عليه وما ما ما ادري شنو صراحه ما اعرف شنو <تصفيق> 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 اوكي هذا اللي مو عشرة مو لهالدرجه سوينا وحده سدل واحد جيجا بالله عليك دليفري توصيل سدل واحد بس سدل واحد جيجا توصيل توصيل رجاء تعال يلا تعال يا الجيجا تعال الوقت المنتظر يا ولد انه الوقت المنتظر لتجربه هذا الجيجا لحظه شيء طبيعي شيء طبيعي نجيب شو اسمه واحد من هذا امبرنت ما يريد هو اصلا امبرنت مات 100% زيد دمج يا حبيبي زيد دمج تعال لك عاش ما عنده اكس سي ما عنده زد اه الرايت كليك صياح ما فكل كل شيء ما عنده هو جيجا عادي لكن نريد نشوف دمج احنا 7000 وبعدنا ما ملفلين يا ولد هذا راح يطلع اسطوري اه هذا 1000 يمكن 1000 يمكن هذا يا ولد خلنا ناخذ ال... الهايد مالته اتوقع 1000 لا والله عادي امشي وجلد بعدنا كل شيء ما ملفلين بيا لسه راح يبين يا ولد هسه راح يبين عيط عيط بوجهه عيط ابلع هطيه <applause> <applause> هذا كل شيء ما مسوي هطيه كل شيء ما مسوي هذا وبلع شكو كنت شبيكم لاحقينه كلكم ابلعوا <applause> <applause> آه, عندنا عصابة من الالاسورس هنا هاي العصابة يراد نروح لهم ننتف وجوههم تعالوا تعال تعال اراد له سرعه شويه يا ولد. ابلع 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 ابلع. تعال. تعال تعال تيرور بيرد تعال. تعال تيرور بيرد. ابلع. <applause> تعال انت جماعتك ماتوا تعال انت ليش باقي؟ ها ها ايش بيك؟ <applause> ابلع ايش قال جانا الليفلات ولا 75 ليفل. لا تقول لي قبط يا ولد لا تقول لي قبط هيك. زيد في هيل. اجي شوية سرعة 180 كافي هيل حيله شوية باقي كله دمج خاف ما ما بعد ما يلفل بعد خلوا نعطي دمج كله عندنا هيلينج لا هذا مال هذا مال ناركو مال ناركو هذا مال هيل ما نقدر نسوي ما نقدر الا اذا نرجع للبيت طبعا لفلت لبعد بعد لفلت لي كل شوي ياخذ ليفلين هو فا اكو ريبر كينج هنا يا وريبر كوين ما ادري ليفلها ايش قد لكن الريبر كينج ما قاعدين ندمجه ما قاعدين ندمجه يعني دمج يلا 1400 قاعد يدمجه راح نحاول وياه يا ولد راح نحاول تعال تعال عبالك عفتك اني تعال تعال والله يدفع ابلع 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 نقدر اي نقدر ايزي دمج 10 ابلع ابلع تعال ابلع ما انتبهت للدمج ما ذيك الساعة عوالي دمج هواي سلطان يدمج ما ادري يمكن الكوين اه طب جوت تعال يا جبان كم برا يا بوت يا منو تعال 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 او بويزن سلطان شي بويزن يا ولد اوه وش حصلنا ليفلين وحصلنا ذني هاي شنو ريبر كينج اتوقع هذا نقدر نروض بيه الكوين اتوقع الكوين كانت هنا وين راحت؟ كان اكو ريبر كوين هنا يا علشني ميل يندق فينا وينه يلا وين وين اكو واحد يندق فينا وينه هو حتى الدودو رايك سمينا ما مقصر الدمج ماله ونمشي مقتل لكن قد نسبة انه هو دودو رايكس اي بالك عني لا لازم يكون اقوى يا ولي. لازم يكون اقوى ابلع 30 الف قام يدمج حلو جيجا عادي وحصلنا من بيضه يدمج 30 الف نايس ويلي أربعة مليون يا ولد هذا زحمة صعبة صعبة يا ولد هذا يمسحنا مسح هذا يمسحنا مسح يا ولد ما نقدر له أنا أريد أجرب شغلة نروح الروك درايكن نخليه بغير مكان نشوف راح يفقس خلينا نشوف ابلع ابلعوا ابلعوا ولو خلص البوشن مال شو اسمه خلص قتلتهم يا ولد اثنيناتهم <applause> بس خلص البوشن مال الاكس بي شوف من اجي هنايا اكو مكان مال وايفرن هنايا يصير عندي لاك قوي لان ما ادري ليش الوايفرن هوايه يا يعني ولد مو طبيعي يعني يعني هسه اذا اريد اروض لي وايفرن سلام عليكم والله سلام عليكم تسوي لي ما تقدر تروض لك وايفرن ها لحظه هذا شنو هذا؟ الفا تعال تعال الفة دور عليك انا تعال الف ادور عليكم اني انطيني انطيني دبلع انت الثاني دبلع ابو الشباب هذا نخليه هنا الحلو هذا آه عندك بيضه انت شنو هالبيضه سبويلز بيضه عاديه لكن اوكي 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 آه تعال انت عندنا شو اسمه صح الجيجا روح هنا يا حبيبي هسه اللي يراد ناخذ البيضه مال الروك دريك نروح للمنطقه الثلجية يعني احتمال احتمال هذا الشيء هو اللي ياثر خلونا نشوف تعال يلا لا تروح يا شلون ويا هذا اوكي نجي هنا ونقول له روح انزل تو هوت لا يا ولد لا هذا يراد له اسمه يا ولد هذا يراد للمكيفات يراد اسوي المكيفات على مود نفقس هاي البيضة المتعجرفة بيضة نتنة هذا كارنو بس باعوا هاي الضربة للكارنو الكريه اللي ما احبه <applause> ابلا يا كارنو يا غثيث ما احبه يا اخي ما احبه للكارنو ما احبه بس لو يصير الفهم همينه ما روضه هاك شوفوا هذا الفا مو فليم هذا ابلع يلا حركته يا ولد قام يعطب قام يعطب يا ولد ابلع آه، انا شايف هنا شو اسمه وايفرن آه لا لا يا وايفرن آه جريفن آه بس هسه ماكو جريفن اختفوا فجأة قرروا انه يختفون لانه مصطفى قام يدور على جريفن طبعا انا قتلت جريفن عادي جريفن عادي قتلت لان اريد جريفن البويزن اريد اني ادور على بويزن ما اريد جريفن عادي خلونا هسه نروح للبيت واللي راح نسوي انه نحاول نسوي المكيفات خليني نشوف الجنرايتر نقدر نسوي بعض صارت مطشرات مطشرات تعال تعال انت تعال هذا من الذبه طبعا ما ادري يمكن ما يبقى بالش اسمه مالته بالسكن ماله ياب ما اتوقع يبقى بالسكن اه ما ادري خليه اوكي شباب هسه اللي صار انه رحت جمعت كريستل ورحت جبت غراض من البيس القديم و جمعت اورجانيك بوليمر وسويت الاير كونكتر وهذا ان ال شو اسمه خلي اسوي اخفاء والله المولده هم من الجنريتر انا سويته هذا يصير اخفاء اسوي صح آه هايد هايد وايرز يب يب, يب يصير هايد تمام يصير له هايد بس هذا يبقى معلق <applause> اوكي عادي هسه نجي نخلي البيضه مال الروك دريك نقول له هوبا ويب مش قد خلاص خلاص انا مسرع ال شو اسمه تفقيس البيض مسرع ما يحتاج ننتظر راح يفقس ونشوف شنو راح يطلع يعني طبعا ليفل خمس الاب والام 576 ليفل ال شو اسمه ايش قد راح يطلع 576 شيء اكيد نايس لك عاش هلا 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 بالضلع هلا هلا تعال 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 خل اشيلك تعال اطلع منه لا يعني ما يحتاج لا ناني ولا شيء اذا تريدون تخلي ناني ونسوي هاي السوالف تكاثر هاي اذني لانه ما يحتاج اذا اسوي ناني راح اسوي تكاثر للديناصورات ويعني ما يحتاج اروح اعطيهم واحد واحد امبرنت لا نخلي الامبرنت هو يبقى وممكن نسوي هاي السالفه بسلسله ثانيه انتو تقترحوا علي فهسه خلوا نجيب رايك هذا ننزله هنا اوكي شي اكيد شي اكيد وين الإمبرنت؟ تعال خلو نكبره يا ولد خلو نكبره والإمبرنت يلا تمام عاشت ايدك يا بطل يصير رائد لا انكويب كويب سدل ان سدل يراد لا سدل نجيب له ركد رك سدل يب تمام هسه هذا وين يصير اكيد هاري بورن همم ريبورن سادلز نجي هنا يقول رجم وات ترى هو دراك عادي معود شنو رجيم منين اجيب له الرجيم هسه منين اجيب له نجي i̇şte هنا روك احتمال هذا إلا سدل ثاني اي والله هو السدل نفسه الف روك دراك اكو والله أه رجم يصير نصنع اف ام كي شي هذن السوالف لا فيراد نعرف اماكن الرجم على مود نجرب هذا البطل هذا البطل ما راح يتجرب اليوم ما راح نقدر نجرب اليوم هذا الحلو فاللي راح نسويه لهنا نوقف الحلقة ويحب يشكركم هذا الحلو خلي شوي نقلل القامة أه. اوكي وهذا الحلو يحب يشكركم على تواجدكم اذا لحد هسه تتابعونا الله يسعدكم يا رب شويه جدول الفيديوهات ان شاء الله راح يكون يو... بين يوم ويوم لان عندي قناه ثانيه من قاعدين ننشر بها ارك موبايل اذا قدرنا نرهمها شويه الكهرباء والانترنت فاذا قدرنا نرهمها ان شاء الله يكون لكم حلقات بس لا حاليا راح يكون لكم الحلقات بين يوم ويوم يعني اليوم اكو يوم ماكو ما فاذا قدرت راح انشركم يوميا فشكرا لكم على متابعتكم لحد الان شكرا على تواجدكم اي معلومات عندكم عن المود هذا انطوني اياه ديناصور مثلا يفيدني ديناصور قوي روضه هيك هيك معلومات قويه عن المود هذا اي شيء سويته غلط قولوا لي يا عادي فيب لهنا وصلت لكم نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استمتعتوا وياي شكرا هواي لكم على الدعم الاسطوري على السلسله الله يسعدكم يا رب كفو منكم اشوفكم بالحلقه الجايه مع الف سلامه